بسم الله الرحمن الرحيم. دواي بحثي أسباب وشرائط إرث أو ما سيخشد هيك إرث توقف بشكل سريع، وجود أسباب، وجود شرائط، انتفاء موانع. انتفاء موانع كي بيان موانع نكر ليرا حوالي ترد شويني تتر لأثناء كتابة كده على مطالب بعدية دي بحثي موانع فقد لمثني كتابة كده مترح به لير لا أسباب لمثني كتابة كده مترح به برام شروط لشرح كده مترح مان كده لمثني كتابة كده مترح نبو موانع لدوائية لشرح كتابة كده مترح به فلا مثني كتابة كده هو بحثي أكيد هسا دواي أوي مراحل يكمان تيكر دوا وتمانا أقر كاسي أقمر لكيش هموش تيكدا أويك لما بتريكك أداي أكين حقي متعلق بعين تريكيا كشن مثالي متنوع من بوه ينايوه دوهم تجهيزي مردوكيا سيهم أداي ديوني متعلق بزمي مردوكيا وشوارم تنفيذي وصايايا وتفانيك كريزي جبجي أكري فانجم دف أكريبا إلز بشكردن بل سبب أنوك باسم الكردوان إذا بحثي أواكن تعدادي وارثتان داين أوانك إرثبان كيان شن لباب فرائزة وارث شناسي زور مهمة شن كتو إرثده بوارث حالبي فاز وارث شناسي أي تكاري إما شيا وارث شناسية إما دستبان دي أكيد باشا وارث شناسي لبيا أي كين بدو دستوى وارثي بياو وارثي جن يعني او وارثاني كبياون و او وارثاني كجن فذاني دا كل لناو بياوانا كإرثبان علي والمجمع على إرثهم مجمع لسر إرثكيان واتأوك إجماع لسر إرث بريء وانهيا من الرجال لبياوانا عشرة باشا لبياوان يعني كي منظر بياوان أي الذكوري والمجمع على إرثهم من الرجال أي الذكوري ماشا ولو عبر بهم كان أو لا أقل تعبير كيف هرب الذكور والمجمع على إرثهم من الذكوري متايا باشتر وشن إنسان الرجال واحد كان احساسك هرب إنسان بعلغة فيه ولأقل الذكوري متايا باشتر كان أو لا لكن المراد الجنس بلما بسل الرجال لبدا جنسا كشامل قولوش كولدي وكذا في النساء لنساء الزاهر بوجور منظور جنس وشامل قوله وشكولة دي كحقواب لراشا إناثي بوتاية راشا ما دام كمنظور للرجال ونساء جنس دي فيشمل غير البالغين من الذكور والإناثي فكي مصنف لما ورد بيعوانا كعلى الرجال لما ورد جنانا بجيغيه وبيجي إناث يجي نساء شامل بالغيشو شاملي للذكور ولهنا شاملي بالغ كان يجي وشاملي غير بالغ كان يجي حالب كافيا جاوتي والمجمع على إنسهم من الرجال عشرة فأرن عشرة بالاختصار بالاختصار أما وخمسة عشر بالبسط ونبى تفصيل أنغد عنا بو أو زانيني أو مبسا أم دي قد بمجورك لذهن خوتنا دائرين كيش نواه مردوك يا مربعك أثنى تابوت يفدالي باشا لناو أو مربع عدا كمردوكة عند ناوة خطي الأعوال خدا تيشن وصل مردوكة خطي الأعوال جيردة باشا أعوال جيردة خطي بقابة مردوكة لو يشعر خطي بقابة مردوكة أعم خطك لا يتروت يتخوار لا يبنين أصول باشا أعم خطشك لجيردة أبو بلو قارف لا يبنين فروع أم لو لا كشي نابدين حاشية متواجبون؟ أها حاشية وكل ذان شغل بحاشية فراوين آلي آلي أولي جاري وابو كواي جنان هنا كقرنا الخلاقة كي قرن جي جنان فاسية كي يقرنا وانا في غن فراوين ولا حاشية هو أي غالبا جائي سكانين مثلا تبين برسيك بيجا أصل أصلي مردو كيانا مثلا في عوانا جارينا نزلقين باوكيتي باوكي باوكيتي علمتا ممكينة برسالي برا فقط يما لواء وحسن باوكي باوكي باوك أما شاني أما جوان باشا بين ناو فرعكانا
فرعك فقد تيش تنير حساوكي كر كري كر أما شني لفرعش أما شني أما جوال دي أمر على حاشية ده حاشية بلا حتي وكان يعني جاء حاشية كارثة حاشية خوي يا حاشية باوكي فهي بدو بشوا حاشية خوي حاشية باوكي حاشية باو قولي حاشية خوي بيت برا باشا زي برا سين وعي هيا براي باوكي براي دايكي براي باوكو دايكي همجر برازا برازا دو نوعي هيا برازاي باوكي يعني برازا مزون يعني نيا برازاي باوكي برازاي باوكو دايكي متواجبي اما هر لبرابو وشنه براو برازابو وفنجدان شاكا همجر كين حاشي باوكي مثلا براي باوكي مردوكا بيتا مامي ام زي مامي دو نوعي هيا كئير سبان براي مامي باوكي مامي باوكو دايكي زي آموزايش قري أو مامانا قري مامي باوكو دايكي كأبتا آموزاي باوكو دايكي أبتا آموزاي باوكي أو شوار لحاشي باوكي شوارو لحاشي خويا فنج فنج شوار أمنو لفرعكاني شادوان أما يانزا لأصلكاني شادوان أما سيانزا متواجبين أمجارة أقل مردوكا جنبي ميردي في وقت الصورة كنية أما شواردة زي بابا تفصيل فانغضب كان ما نكب حساو كذا ذالين بوشي كما أتوا بسونا كم كم باوكو باوكي باوكو أري كرو 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 أري عاشي خوي برايكي كتابة يا برايكي نعم نعم أبرتها كم ناكي ها برايكي أي برايكي سينو عبرا سينو عبرا سينو عبرا دونو عبرازا دونو عبرازا أري عاشي كيجي معميري أها مولاي معتيح هو الذي يبنى أري أري مولاي معتيق حاليب كافي تقريبا جزء حاشياني لو دوانا يعني كما شاكا إما دوان من هي لحاشية بدر يكيك مولاي معتيقة يكيك زوجة أو أنا لحاشية بدر لا أصل فرع حاشية بدر أري نعم ما مدو نوعا ثم ما مدعي كي انت فين عدين جدي زوي الأرحامة خزر عمو كش دو نوعا خز حاشي باوك شوالة زي حاشي خوي فنج أمنو أصل دوان فرعش دوان أما شوال شوالو نو أما سيانزا مولاي معتق وزوج أقر مردو كاشن به أما بانزا خز بتفصيل بانزا أما باختصار دن بوتي بغا شون يما خوش ما يجين براو برازا يما خوش شن يكمكا كب يجين براو برازا براو برازا يجين براي يكي يكيكن شو تقسيم يكي نعم جلالة شو يجي برازا مثلا دونو عبرازا من هي الان وليوا سيان كمكا الان سيان لشن يكم بو لفانزا ماشا اما هاتا سن دوانزا دي امرا مامو اموزا لما مو اموزا شو هر ماما حسا وقي يمكن مثلا لا يجي مامي باوكي لا يجي مامي باوكي تفصيله في اوهي خب اقرب مامي يكت حساوك الاموزايا كت حساوك الاموزايا باوكي دايكي هل اموزايا حساوك يجوان كمامي يجوان كمامي بلدانا فس كواتا ايما بلدانا كبه اختصار يجين باوكو باوغوريو كرو كري كرو برايو برازايو مامايو اموزايو مولاي معتقو زوجه متواجب الأغنسي؟ أعواني زائد تقاني أعوان أغنسي والمجمع على إثنين من الرجال أي الذكوري كديار أوتي ولو عبر بهم لكان كان أو لا لكن المراد الجنس وكذا في النساء فيشمل غير البالغين من الذكور والإنثى عشرة إناثي عشرة بالاختصار وخمس عشر بالبسط وهم أمانة الإبن وإبنه يعني كر 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 لي وهذا يغني عنه قوله وإن سفلا شاكا وأعمن يكوتي ابن ابني ابن قالوا لم لا وكني ابن وإن سفلا يعني بعض ورش بعض الشيء أخواره يعني فاصلة فياك على قل خدي مردوكا هل وارثها إنساء الله أقل وإن سفلا يوجد هذا نيوز بجه وإبنه هل بتاء الابن وإن سفلا
باشا ابن مالي فرع فرع مذكر بعض ذلك تخواره متواجبون إلا أن يكون قصده التنبيه على إخراج ابن الميت نقل طبعين قائدة كي أميا قصدي مصنف حشدار لسر در كردني كريخش شكا كريخش جزنية أقل بيوتا الابن وابنه لواني أقل وابنه نلوبل وإن سفلا كسي بيجا جاقوك كري كركر بكري حساوة كريكتكر كريت متواجبين ولي أقل لك الابن وابنه بابنه وكأذانين فكري كتش منزورنية وارثنية كما كلا نساسو بالي شكرا دا بكابرايا بجيزي قانا قرنتي لو بوا او ايد بلتو ناو ايتر خالي من تابجا والابو ام ذاتي نسر عصول ابو وابوه وابوي اب وان علا اها على بالكو بالكي باوك دي بشا او هيا شنا قال بيجي وان علا هركي نو تازا بيجي وابوه ولوتي بويا وتي وابوه ابيبتا وعلا باوك 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 مثلا بجد حساوة يا باوك حساوة باوك إليك شروا حساوة فإذا قلت وأبوه هيك مخرج مذكرة هو أبا شيته يعني باوك باوك وارثة لا باوك دعيك أهو متواجبون أمجد والأخ لأبوين ولأبي ولأمين أوجد أوتي بمطلقي وتي الأخ طبعا أمجد تخطي مكاني لأبوين باوك دعيكي أبيان باوك بي أميان دعيكي وابنه يعني ابن الأخي خالبين باش آية ابن الأخ حرب قشتي وارثة بلي إلا من الأم ما قال لدايك وبي يعني ابن أخ أقر كري أخي بي كأخا كبا وكدايكيا أما وارثة أقر كري أخي بي كأخا كوا باوكيا بازم أمي شو وارثة بلان أقر كري أخي بي كأخا كدايكي بي أو وارثني بي علي استثناء من ابنه يا استثناء من ابنه نيه لواوتتي والأخ وابنه على أعم إلا من الأمية استثناء لابنك لا لأخك هنا براي دايتي إن سوا ولا براي دايتي إن سوا حالبين ويرى استثناء من ابنه فقط ابنه بإعراب محكيك والمو فقد استثناء لابنك لا استثناء لأردوشيان وأتأم استثناء كلا دواي دو موردي أخو ابن أختي فريوا مو أخيرا كان جاتوا إسلاكا مربوط بأخيرا كان لا مربوط بهذا الكيان به حالي من تابي جان زي أي ابن الأخ لأبوين أو لأبين أما ابنه لأم أما ابن أخ كأخك لأم به فمن ذوي الأرحام كما سيأتي أوجد ذوي الأرحام وقل وبدوادي والعم لأبوين أو لأبين بعضهم نكت الوارد كان عم كأول شأ أبويني بيت شأ لأبي ويدخل في ذلك عم الأبي وعم الجدي ولما ودا مامي باوك مامي باو قورين داخل أبن وإن على بازور يمشينا سنوه يعني وكو شون كاب مردوه كمامي خوي إن سبا أقر مثلا وارثيني كل هي نزيك ترنا وناخر ما ننيا كان خوان بالنزيكك ذاتو ستابلا يق مردوه دو برازاي هيا دو كرم حكا برازاي ولكن كري برايكتي كأبرا باوكو دايكي بوا لكن كري برايكتي كأبرا باوكي بوا زي إسا إسا كأدري هكا الوارث هن بلام إسا كأدري بكي باوكو شرع ونزيك سنة عبا حالبي إسا يبجم بدانا وارثنا أقر قشتي عن كوب ابنو مثلا وافرت كجنيك بمني باشا همشنا كري هيا كري هيا باوكي هيا باوا قوري هيا حرسي نوع براكي هيا دون عبر ذاكي هيا دون عمامكي هيا دون عام ذاكي هيا مثلا لوبر ميردي هيا مولاي معتيقي هيا لأبو أمان أم جك وبنتو هو هدك إرزاوان إساليش أنا إرزاوان حالي من المنسي ولي هل يقلب نوبي خوي بشرائتي خوي وارثة أمام دي كافية ويدخل في ذلك عم الأبي وعم الجدي وإن أنا ويدخل في ابنه شاكا ويدخل في ابنه الآتي يعني في ابنه الآتي ابنه يكون هنا ولا ماذا ابنهما ويدخل في ذلك أريال لا ابن عماني خلي وباتي أكين باشا ابني أو دو عمي شا يعني مثلا أخلي ماذا ابنه إذا عمانوتا دوايا وعمان شاء الله وابنه يعني ابني عم أما هو عمانوت زي ستانيه
نوغل ما مكان ما مي باو كوبا وغوريش داخل ابو شاكا لناو اموزاكا شاكا ابن عمه وغ ابن عمي خوي مردو داخل هو ابن عمي باوشيش ابن عمي باو غوريش داخل ابي حالبي حالبي داود زين وكذا ابنه العمي قشنك كفل نقبه ويدخل في ابنه الآتي داخلنا ابنه وديك ابنه قالوا يا لو بدوادي حالبي كذا ابناهما ابني أم ذو عمه يعني ابني عمي أب وابني عمي جد إلا العم للأم مجر عمي للأم أو إرثناها أو فمن ذي الأحلام وكذا ابنه أي العمي لأبوين ولأبين أو شرب وجوله وارثة أقل لأبوين ولأبين أم جارة حشتميميا والزوج زوجة و نوهميميا زوج نوهميميا زوجة ودهميا معتق باشا منذور بمعتق تيا ولا والمراد به منذور بمعتق من صدر منه الاعتاق أو ورث به فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق لا ومعتق المعتق باو ممكن أكثر لنا سؤالك على باو خوتن يا مولاي معتق وارثني عصبي أبي يعني هذا المولاي معتق وإنما به قري مولا معتقك براي مولا معتقك آموزاكي مامكي باوكي أو بشي وارثنا وانشا بس كواتا يا معتقي معتق مثلا زيد هذا عمري آزاد كرده عمري بكر آزاد كرده فاشا إذا بكر أمريه عمري نما شن عمر معتقي بكر حالبي إرتكي بكر وخي عمري نما هذا بسي هذا بس زيد كمعتقي معتق لا أشابه كمعتقي معتقيش حالبي جباوي جان أولي والمراد به منذور بمعتق يكم من صدر منه الاعتاق شاكا كثيك كاعتاق ليصادر ببيان خير منذور من صدر منه الاعتاق نية أو وريث به منذور كثيك كإرث بإعتاق أبا شاكا شاكا هالحمد لأسر أو بندي دواما منذور بمعتق كثيك ليردان لن عذاب كما منذور به باشا منظور كثيك كإرث بإعتاق أبا يعني السبب يثبليك شيء ولا زي أما خوي أجلس أما خوي أعزاب هيك الزبي يا أجر باو كيش مثلا من باوكم عبدك أعزاب هيك الزبي من بين با باو إعتاقي باوكم إرث بل من لم كثك مردوة لو عبدك أو أعزاب هيك الزبي مردوة من إرث بشي بردوة الآن إعتاق فمن معتق معتق لذا معنى أعزاب كرنية ولا هلع هل منظور من كثيك أعزاب كركية باشا بلكم منظور من كيبا معتق منظور من كثيك فهم أعزادي كردوين هم إرث بإعتاقه جاءك إرث بإعتاقه بالرأي واهية كثي إرث با بإعتاق خوي أعزاد كرنية يعني أعزاد عبدكي أعزاد لا كردوين حالبي داود داين فلا يرد على الحصري هذا وارد سر حصر كالناوي في العشرة كحصر ما كنا زدانا شي وارد ناوي عصبة المعتقي كثبة جولات عصبة المعتقي خباز ناكري حالبي وهروها ومعتق المعتقي وتنهى المعتقي معتقي البيرجي حالبي اي ناقر وانا اشتبوتا يا زول لك فعصبة المعتقي حوها اشتفى وانيا دي امزار معتقي معتقك العود خوي في اضافكي نباشا امزار اقا او جبيع باشي واقين دوايا عصبة المعتقي معتق ها ومتواجبون خو نشاط ان يخو جائزة كان أيضاً يجنان شندان وارثي أنتياه على والمجمع على إرثهن من النساء سبع بالاختصار وعشرة بالبسط هل أو شويك كشامان وبو جنان ذو كاراك لأصل دايك ننك وللوين ننك كان دوان ننسيك دايكي باوك ننسيك دايكي دايك أخباو في دايك إذناء ولا دايك دايك إن سواء غير دايك نبي حالبي أوسي باشا لا فرع كتشا فقط كتشا كتشو كتشيكور كتشو كتشيكور متواجبون أوسي على نوع كينش لا حاشية دا خشكة هرتي نوع حقي خشكي باوكي خشكي باوكي أوسي هرتي نوع حقي إذن ليردا مثلا
اینجا هر آفرد وانی مثلا خوشکزا یا مثلا برازا اگر آفرد بی اوانی نیست او تیانه هی تیانه که بعلاوی او تیانجا بعلاوی هره تیانج مانون اما حاش اما اگر تیانه برد بی جنکی باشا اما نو مولاتی معتقه یعنی خانمیک تیانه عبدی بو آزادی کردوه باشا یا جنگ عبدی بو آزادی کردوه فرناکا یعنی آزاد کرده عوده دانه باشا فس ما شاكا اما بتفصيل دانايا بلان بإجمال حو دانايا بوشي مثلا خوشكا كان هل يجين خوشك انت خوي دوان كما قاليوا خالبين اوا اوا دي لننك كان يجين ننك خوي دوان دانايا كما كان مسيان دي حو دانايا تو و حاشقي اولاد شي فرمو يعني اما وقتاشين دايا جوناية اندايشي اوا اكليت يا جوري يا دايشي 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 أخو ما عمل شنة ما باسي ها نعم مرجوة خيناك باسي وارثي شنة كينيما وارثي شنة مثلا شنة كما أشتا فياوك مرجوة باشا هم فياوة أكريا مثلا دنو عافرت وارثي بند مثلا دايكي ما بي دايكي دايكي ما بي دايكي باوكي ما بي أمسيا باشا خوشكي باوكي خوشكي دايكي خوشكي باوكي دايكي أمشاش باشا ها دين مشنة كي ما بي بي إرسي لي أبا أما شنة أما حود هذه أمجاد مولاتي معتقة أما هاش كتيب بي مثلا أما نو كتيب نعم كتيب كور كتيب رائد نعم عربين أو بوما المحيني أو ما يتنى بي نعم أخذ لنا باشا يعني أول لما نتعلم يوكان باشا أو هي للزوجة كافة أريد لي نعم عشان تقول لنا مثلا نساء بو ويكوا هموش مكان كوب ابن ووارزن أشي مردو كان يلبي هنا هموش ذكر كنا ابنه ومثلا انت انت اجر شنو يا بمرين اخري حود انا افرد في ليبر اكرينا نود انا افرد في ليبر يعني او نقي رزب نقي رزب بلا يعني رزب بلا يعني لو نوع لو عوار سبب يعني ما اتعرض كان ما يتكمان مثلا ما ودانا ما يتكمان لا شاو بي شاو يعني اري هو كذا شاو بي لا لو يجي لاشن بي اري بو اوي نبي همو فيها وكان خوف ابنوا نغيش همو شنكا خالبو بس يعني بو مثال اكي خوما اينا مثلا اگر لشركي كاب مثلا مردوه كمان مردوه كجن بي يتخوش نشنيني خالبو تعدادي وارثيني افراد ابن نوع دعنا وكاتا او دبا تفصيل باختصار ابن بشرش دعنا متواجبا اگر مردوه كمان فيها وبي جن بي لمسألة اولا أري لما سألي والله أجرت يا وبيه خوف يوم يرجيني بس قاعد تنزل زي ما كده أنا كم كاوت حارب أما أول وعشرة بالبسط جاء وهن يعني أو وتنج أمانية البنت وبنت الابن وإن سفنا حارب بعض وريج مثلا الأخوان قرار جدي يعني بعض فرق وريج الأخوان وبيه بعض مثلا شقي وارث البنت وبنت الابن جاء سوى إن سفنيك عاود ذا أي الابن يعني باع ابنك الساقي بيه خالد هلا بنا وياك كشي كور داخلنا به هني كشي كور كش داخلنا به ووقع في بعض النسخ المحرر شاكا وإن سفلتها تو يعني بوك شكي أباته باك شكا زوري لفارو ذا كشي كور هل إيه سبا وليس بجيد ولا أو نسخة شاقنية هل أم نسخة شاكا يعني باك فرق زوري لفارو ذا لدخول بنت الابن او كات شنو قال بيولين بازور كشكش الخواروا كري نا كشي خر داخل هذه لحالة وقو كشي كج واردنيا كشي كري هر واردنيا هاو متواجبين او نسخة كالي وإن سفنت او عيبين هيا خالبين ولأم نسخي إيرا كالي وإن سفنا آخر يما لواء مثلا او كواني با وبنت الابن وان سفلا باشا بنت مزافه ولا ابن المزافه وان سفلا فاعل كي هو يا هو كاجف ابنك
يعني فاعل التفل لا بينه وبين تفرج وإنس فلت أجد من باء ابنك زوري دخواره به ما دام كابن حاربين مثلا ابنك ابني ابن به ابني 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 ابن به كيف خارجي حاربين بعض زوري دخواره به ما دام أو ابنك شاكيبو شاكي وارثة متوجبين ولي أجر وإنس فلت به أو أختب بنتو مثلا ليوا برأي المبتدايا بنت مضافة يا هل خبره شن خبره وثمان السبع خبره بصر حكم ضابط أري يعني ديتا جاي سبعة كان لك خبر بصر ومن النساء يعني والمجمع على إرثهم من النساء وثانية سبع نار وشي خبره أخوي والمجمع على إرثهم ومبتدايا زين سبعون بيت خبرك أم جارة أتواني بجيكي سبعون البنتو بنت الإبني بياري مثلا فقط بنتو مثلا خبر المجمع على إرثهن أو أختها وإن سفلات بنت مزاولي ابن مزافلاتي وإن سفلت ووكا ضرعه إن غائية ووكا عشكاتو بصر مقدر وقبله وإن لم يسفل أمجا دواء وإن سفل بعد الشيخ قال وهل وارثة ولا أقرب ولا أفرد كبشة وفعالة كتها مثل بوهية ولا بنت كبشة وقتها وإن سفلت يعني باكشة كزوني لخوار وبي دي أمجا هذا كتشي كتشي كرع قريتا كأوارث نابي كواتا أو نصفة بقرب نابي حارب أما أوارث بله کشیک شیک کفرزای تا ابد کفرزای ولی عفت زیدی امضا ولی دخول بنت بنت ابنی و نیست دیواریش به حال کوارج لکن یلزم بلام او عبارت مصنف عیب کیتیه بل عیب کیتیه لکن یلزم على عبارت المصنف عرض الضمیر على المضاف الیه هنیک مثلا لا بين مضاف ومضاف إليه ما عنده أجر الله ميربو حقها الله ميربو أبو مضاف قتيته نبو مضاف إليه كا ولا لم عبارة مصنفة الله ميري سفلا قرط أبو مضاف إليه كا أو عيب العبارة بو يعني بره لكن يلزم على عبارة مصنفة عود الله ميري على المضاف إليه بس مضاف إليه كا أما حال حال والمتعارف أويك الناس لو ألف على خمان تيتي عوده للمضاف بقرت أبو مضاف كا نبو مضاف إليه حالبون بلا مخي قال لقرا لو ابو مزاف اليه كتبو مزافك مشكل دروسك اي مجبورين ابو مزاف اليه كوكب مشكل دوايا امرا والام والجده لا يكون هناك جانا انك من قبل الام او الاب وان على الباجر الى السنوات والاخت امرا اخذ لك من جهاتها الثلاث لا حرف فيها تكيان شاكا تفسير نقلي أنجر والزوجة والمعتقة يعني عزاتك وهي من صدر منها العتق أو ورثت به لا ديانا معتقة جبوك سأر يا كثيك عتق إلى سعد المبين يا كثيك كإرث باعتاق أبا يا إرث باعتق أبا حالنا لا زي تنبيه فتاسعوا هنا وتوزقوا هنا على الأفصان قالت المرأة زوج والزوجة لغة مرجوحة حقوايا وقتها كان يوجد أبريه برين زوج نرين زوجات متواجبين كان زوج خوانيها وجود يعني جن نرين زوجات أقل زوجة نرين لغتك مرجوحة يعني لغتك كراجحنية شاقنية قال المصنف ومصنف واستعمالها في باب الفرائض متعين طبعاً استعمال كردني لباب فرائضة متعينة حتماً بديني بديني بوشنا بباشي زوجة يعني أو كارين زوجة لغتك مرجوحية لغير باب فرائضة شن بوه لرب بوشي أو كار لرب كمتوانا ليحصل الفرق بين الزوجين فرق بوه فرق حاصل بين زوجين والشافعي رضي الله تعالى عنه يستعمل في عبارته المرأة إمام شافعي بو أويك أو نافصي حنك باشا لعبارتك يا بجي المرأة مثلا قال بجي الزوجة بجي زوجة مرأة ذكاء لما فما هو وهو حسن وأكاري شافعي فكاري جاك ما وفق من إن شاء الله جايك عادل ولا